Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir contrôle numéro 1, semestre 1 informatique. Sanara, في إطار استعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى، فرض في مادة المعلومات للمستوى الأولى إعدادي مسلك دولي بالنسبة للدرس اللي عندكم أو الدروس ديال سيستم سيكونس سيستم انفورماتيك. الدروس كاملين كاينين في القناة، ممكن تشوفوهم. إذن بالنسبة لرابط التحميل غنخلي لكم في الوصف باش تخدموا هذا الامتحان وتجاوبوا عليه، من بعد تشوفوا التصحيح. إذن بالنسبة هنايا الفرض أو ليفالياسيون 1 numéro 1 semestre 1 بالنسبه للانفورماتيك ديال نيفو ديال مستوى او الاولى اعدادي مسلك دولي. غنخدموا نشوفوا الاسئله ونشوفوا الشرح ونشوفوا الاجوبه. اذا نبداو باكزرسيس 1. اكزرسيس 1 كومبليتي بار لي مو اون ماشين دوني تريت اوتوماتيك لانفورماسيون. اذا غنحاولوا نكملوا بهاد الكلمات هاد الفراغات. اذا عندنا انفورماسيون ايتيغا تساوي ماذا؟ تساوي Donner plus quoi? Plus sens. Et donc, je n'ai une معلومه. L'information, c'est un ensemble de données qui portent un sens. يعني أي معطى عنده معنى فهو معلومة. Et donc, l'information, je كتساوي لنا donner plus sens. نمشيو للانفورماتيك. L'informatique, شنو كتساوي? L'informatique تساوي information plus automatique. Et donc, l'informatique, c'est quoi? C'est la science du traitement automatique de l'information. Ou l'informatique, qui est كلمه مركبه, c'est la contraction de deux mots, les huma information et automatique. يعني informatique هي كلمة مركبة من كلمتين اللي هما information et automatique. نمشيو دابا للordinateur. شنو هو الordinateur؟ الordinateur هو une machine. اش كتعملنا هاد الماشين؟ alors c'est une machine. الدور ديالها الأساسي هو traitement des informations. ça veut dire qu'elle traite automatiquement quoi l'information. ما كنقول traite ça veut dire معالجة الآلية للمعلومات، لأن عندي واحد la machine اسمها ordinateur. Et dans l'ordinateur est une machine qui traite automatiquement l'information. Et dans sa ligne sous elle l'une, sous سؤال ثاني. Exercice 2. Répond par vrai ou faux. يعني أجيب بصحيح أو خطأ. Le son est une forme de l'information? Oui ou non? Oui, vrai. Et dans بالنسبة للأشكال المعلومة هما texte, image, son, vidéo, numérique. يعني أشكال معلومة يعني ممكن يكون صوت, صورة, vidéo, رقمية إلى آخره. Et dans ça le son تو شكل من أشكال المعلومة. Et dans vrai. نمشيو دابا للراديو. بالنسبة للراديو est une forme d'information خطأ. بالنسبة للراديو فهو c'est un support d'information. شنو هو support d'information؟ هما الوسائل لي مويان كي بيرميت، اوكي؟ سو سون لي مويان كي بيرميت دو ترانسميتر لانفورماسيون. اذا هما وسائل لي كيمكنونا باش نقلوا المعلومة بحال الراديو، بحال التلفزيون، بحال الانترنت اكسيتيرا. اذا نحاولوا تفرقوا ما بين اشكال المعلومة وكذلك وسائل نقل المعلومة اللي كيتسموا لي support d'information. نمشيو دابا للتريتمون. التريتمون est un ensemble d'opérations effectuées pour passer de l'état final à l'état initial. هنا الجواب فو. نقول لكم علاش. شنو هي بعدا تريتمون؟ تريتمون هي مجموعه يعني كنتقل من الحاله البدايه لحاله النهايه، يعني عن طريق مجموعه من العمليات. اذا traiter l'information, c'est lui appliquer une ou plusieurs informations ou plusieurs opérations pour obtenir autre information. يعني كنمشي من معلومة لمعلومة أخرى أو معلومة جديدة، وكتكون بيناتهم واحد العملية أو مجموعة عمليات. ولكن هنا قالوا لنا العكس، من ليطا فينال ليطا إنيسيال. لا، خاصة تكون من ليطا إنيسيال ليطا فينال. إذن دابا عندنا دي ان تريتمون اوتوماتيك ايفيكتيو باغ اون ماشين. صحيح سمينا اوتوماتيك لأن لا ماشين هي اللي كتعملنا تريتمون اوتوماتيك. Très bien. Et dans Salina, سؤال ثاني, مشو سؤال ثالث. سؤال ثالث عندنا relié par les flèches. Et dans عندنا هنا هادو شنو هما؟ شنو كيتسموا؟ Alors كيتسموا les ports d'information. شنو هما les ports؟ Ce sont des emplacements dans l'unité centrale pour connecter les différents, OK, matériels ou les différents périphériques. هما مجموعة ديال الأماكن في l'unité centrale اللي كيمكنونا باش يعني باش نربطوا واحد لي بريز. إذا هنايا بالنسبة يعني كنميزوهم بالأشكال، كنميزوهم بالالوان، وكنميزوهم كذلك بليزانديكاسيون، اوكي، باغ لا كولور ولا فورم لانديكاسيون. اذا نبداو باربعه. بالنسبه الاربعه، اوكي، اذا هنا غولي باغ دي فلاش. اذا بالنسبه الاربعه فهو ديالاش؟ فهو بريز ديال ليكرون اللي كيتسمى كوا؟ كيتسمى في جي. اذا غنعملو هنايا بالنسبه هنا، اوكي، غنمشيو ثلاثه. هذا كيتسمى بور اس بي، وبالنسبه للبور اس بي فهو ممكن نربطو به بزاف الحوايج. هذا ممكن نربطو به. اذا كان عندنا هنا شحال من بور اس بي؟ عندنا واحد، جوج، ثلاثه، اربعه، ممكن نختاروا اي واحد.
نعم اذا عم شو هذا هذا ديال لا سوري اوكي الخضر كاين ديال لا سوري وكاين ديال الكلافيي اذا هذا غنعملو هنايا بالنسبه راه باين الشكل ديالو واللون ديالو اخضر اذا نربطوه بهذا تري بيان وبقى لينا هذا هذا كيسمى بريز جاك هو ديال الصوت ممكن يكون هذا ممكن يكون هذا ممكن يكون هذا اذا نربطوه بديال الصوت تري بيان اذا ها سالينا وربطنا كل بوغ بشكل ديالو او ب يعني فين عاد تربط في لينيتي سنترال هذا كيتسمى بوغ في جي ا فين كنربطو ليكران ولا فيديو بروجيكتور هذا بوغ يو اس بي كاين ربع هنايا ممكن نربط فيه مثلا الكلافيي لا سوري السكانر اي حاجه عندها كابل يو اس بي وهذا بريز ديال الصوت ديال جاك راه كاينين ديال او بارلور اللي كيخرجوا الصوت وكاين ديال الميكروفون اللي كيدخلوا الصوت اذا تري بيان اذا نمشيو ليكزيرسيس 4 الاكزيرسيس 4 اشنو قالوا لنا مي اون كوا دون لا كاس كونفونابل اذا انا نعمل علامه في الجواب الصحيح بالنسبه لي بيريفيريك اي حاجه كتكونيكتا مع لينيتي سنترال يعني كتسمى بيريفيريك وكاينين ثلاثه بيريفيك دونتري بيريفيك دو سورتي بيريفيك دو ستوكاج اونتري كتدخل المعلومه لينيتي سنترال سورتي كتخرج المعلومه يعني كنشوفها من لينيتي سنترال وستوكاج اي بيريفيك كيمكنني باش نخزن المعلومه اذا نبداو بكلافيي كلافيي سي كوا كيدخل لينا لي تيكست اذا سي تان بيفيك دونتري سي دي روم اشنو كنعملو في السي دي بالنسبه للسي دي روم الدور ديالو الوغ هنايا كيستوكي كيخزن امشو اكران اكران اي حاجه كنا خدامين بها في مثلا في الشاشه يعني كنا خدامين بها في البيسي كتبان في ليكران اذا هي سورتي امشو الميكروفون بالنسبه للميكروفون كيدخل لينا الصوت اذا هو بيفيك دونتري امبريمونت اي حاجه بغينا نخرجوها بالنسبه للامبريمونت اي حاجه بغينا نخرجوها اما التصويره ولا document كنستعملوا لامبريمونت اذا سي تان بيفيك دو سورتي مشو كارت ميموار كيما عارفين ان كارت ميموار كنشريها وكنعملها حتى في التليفون باش كنخزن فيها الوغ سي تان بيفيك دو ستوكاج مشو او بارلور يعني بغينا نخرجوا الصوت شنو كنستعملوا كنستعملوا او بارلور كيخرج لنا الصوت اذا او بارلور سي تان بيفيك دو سورتي مشو سكانر بالنسبه للسكانر اي حاجه كانت عندي مانيوال وبتندخلها البيسي كنستعمل سكانر ممكن ندخل صوره دوكيمون اكسيتيرا كلو اس بي كيما عارفين ان كلو اس بي كنستعملو باش نخزن اش باش نخزن المعلومات اذا سي تان بيفيك دو ستو دو ستوكاج نمشي لمانيت دو جو المانيت دو جو كندخل بها لو جو اللعبه اذا سي تان بيفيك دو دونتري تري بيان اذا سالينا وعرفنا لي زونطري بيفيك دونطري بحال كلافي بحال ميكروفون بحال سكانر بحال مانيت دو جو بيفيك دو سورتي اكران امبريمونت او بارلور بيفيك دو ستوكاج سي دي روم كارت ميموار كلو اس بي اذا نمشيو السؤال الخامس اللي هو اونتور ليليمون انترو ما معنى اونتور ليليمون انترو يعني انشطب اذا نعمل انايا انتما ممكن تدوروها انا نعمل لكم غير شرطه يعني لانترو عقلوا عليا الكلمه الداخله عندي مجموعه الكلمات والكلمات الداخله نعمل لها واحد العلامه اذا هنا طالبين منا اونتور هانتوما تدوروا عليها انا نعمل لكم علامه اذا عندنا ويندوز سوري كلافي مونيتور اذا هنا ويندوز هو سي ان لوجيسييل دو باز سوري كلافي مونيتور هادو كاملين سو سون دي بيفيك يعني ماتيريال كما كتعرفوا سيستم انفورماتيك فيه الماتيريال واللوجيسييل ويندوز لوجيسييل سوري ماتيريال كلافي ماتيريال مونيتور ماتيريال اذا هادو كاملين ماتيريال الا ويندوز لوجيسييل اذا شناهي الكلمه الداخلة الكلمة الداخلة هي ويندوز إذا نعمل هنا عليها واحد العلامة إذا نمشيو دابا اللائحة الثانية عندنا لينكس ماكوس ويندوز أو بارلور لينكس ماكوس ويندوز كاملين سو سون دي لوجيسييل دو كوا دو باز إذا سو سون دي سيستيم ديكسبلوتاسيون أو بارلور بوحدو سي تان كوا سي تان بيريفيك سي تان ماتيريال دخل في ماتيريال هادو كلهم لوجيسييل أو بارلور بوحدو ماتيريال إذا هو اللي غنعمل ليه علامة يعني خصني ندور عليه اذا هو الكلمه الداخله اذا نعمل ليه علامه كوم سا او بارلور اذا بهذا سالينا التصحيح ديال الامتحان نتمنى الفرد نتمنى نكون فدتكم شكرا والى اللقاء